عضوة في اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الآلية مزاولة مهنة المحاماة، فمن بعد رفع الإضراب عن الطعام اللي كانوا واخدين الزملاء ديالنا لمدة 8 أيام، والحمد لله كانت نقطة ضعف لينا ودابا تهنينا، نقدروا نقولوا أننا رجعنا للساحة وبقوة، مازلنا مستمرين في هذه المعركة هذه، والمطالب ديالنا هي المطالب اللي خرجنا بها من أول نهار، مطالب مشروعة وعادلة باش نتنصفوا في هذا الملف، بغينا المتابعة ديال كل مسؤول، غنفعلوا رب المسؤولية بمحاسبة اللي كانوا سبب في أن عيشونا النضال وهذه الحرب هذه وهذه المعركة لمدة أكثر من 60 يوم، وكذلك كان هناك مشروع حوار مع وزارة العدل، فاحنا يا تفعلنا إجابة مع هذه الخطوة هذه غير باش نرفعوا الإضراب عن الطعام، ولكن حنا يا من بعد ما لونساو النتائج ديال الامتحان الشفوي فهذا الشيء راه ولا كيضرب فان هنا غيكون هناك تعامل جدي مع الملف، وكنقول لهم على ان احنا القضيه ديالنا مستمره في القضاء ولا نتنازل، وحتى الى ما حكمش القضاء للصالح ديالنا فهناك مجموعه من المؤسسات اللي غنطرقوا وغيكون هناك تصعيد واجراءات قانونيه تصعيديه هذه المره، وكنتمنوا على ان يتم الانصاف ديالنا وما نوصلوش شي حوايج اللي يحمدوا عقباها، والمهم اللي خصهم يعرفوا على ان ما بني على باطل فهو باطل، يعني واخا يخرجوا النتائج ديال الشفوي اللي كنقولوا الناس اللي استحقوهم كونغراتيلاسيون نو سون فيير دو فو، والناس اللي ما استحقوهمش راه كنقول لهم راه ما غاديش تكمل بخير، ما حدنا حنايا كاينين في المعركه راه ما غاديش يكمل هادشي. كيفاش الاسماء اللي كانوا قبل اليوم البارح غير تم التفريقه ديالهم من احد اللائحات؟ راه قالنا السيد الوزير كل من نجح قد نجح، فراه هادشي اللي كان المنتظر، فكان كما قلت لكم حنا كنتسناو كلمات القضاء، وكذلك هذا الحوار اللي فتحوه كخطوه كنتمناو على انهم يتعاملوا معنا بطريقه جديه، وكنبغي نقول لهم كل ما استفزيتونا انتم كتخرجوا غير احسن ما عندنا، فحنا اليوم الحمد لله رجعنا للمعركه وحنايا بكل قوه، ولنا من الوقت ما يكفي ومن الجراه ما يكفي ومن الصلابه ما يكفي، فالله يحمي لكم ما استفزوناش اكثر باش ما يكونش شي حوايج اللي ماشي هما هذوك، وشكرا لكم. الحاله الصحيه ديال المضربين والمضربه عن الطعام كانت كما كتشوفوا الغياب ديالهم اليوم في الوقفه، حيت راه بيان سور غيكون مضاعفات من بعد 8 ايام ديال الاضراب عن الطعام، ولكن ماشي شي حاجه غاف الحمد لله، ومازال حتى هما غادي يلتحقوا بينا وغادي نديروا يد في يد وكاملين وغادي نكملوا هذه المعركه وغادي نتنصفوا فيها ان شاء الله. الملاءات الحقوقيه اللي وعدكم انكم غتكونوا كانوا بعض الحقوقيين مشكورين، اما الحقوقيين اللي ما جاوش البرلمان يأيدوا راه كيبينوا على ان كان الهم ديالهم غير فضل الاضراب عن الطعام، وخدموا لمصلحه الوزاره باش خارجه من هذه الورطه با بليس كو سا، حنا كنقول لهم حنا راه قادرين على اننا نكملوا هذه المعركه منفردين، وان شاء الله غادي نصفوا راسنا وغادي ننتصروا في هذه المعركه وخا نكونوا غير بوحدنا. بالنسبه للدعوه ديال الوادي الى البرلمان كاين دعوه كاين واحد البلاغ نزل انه بغاو يستقبلوا ضروره البرلمان في القضيه ديالهم، وكنتمنوا على ان يكون عاوتاني واحد التعامل جدي ما يكونش بحال لجنه التشريع والعدل، فاحنا كنتمناو على ان السياسي حس حنا راه حملنا المسؤوليه ديال هادشي اللي غيطرى لجميع مؤسسات الدوله، فراه ملي غتسالى هاد المعركه راه جميع مؤسسات الدوله غيتحملوا المسؤوليه، دونك اون اسبيغ تكون شي حاجه، اون اسبيغ يتعاملوا بطريقه جديه مع الملف ديالنا، فالملف ديالنا مابقاش كيقبل على انهم يتلاعبوا بينا، حيت راه كيما قلت لك راه كل ما كيستفزونا كل ما كيتلاعبوا بينا فحنا ما كنخرجوا غير اقوى ما عندنا واحسن ما عندنا وغيكونوا شي حوايج مشيو ما هادو. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.